جوزيف يانيك نجانغ اللي سبق له ايضا التسجيل اثر مخالفات من نفس المسافه في البطوله. نتابع اول كره ثابته للترجي والمسافه 27 متر تقريبا. جوزيف يانيك نجانغ والهدف الاول. قلت جوزيف يانيك نجانغ سبق له التسجيل تقريبا من نفس المسافه في لقاء في البطوله، والتوزيعه نتاعو والتصويبه نتاعو ومشالها الحارس الكره نتاع جوزيف يانيك نجانغ والمسها لكن تجاوزته، والهدف الاول للترجي الرياضي التونسي عاد من جديد للمخالفه المنفذه من جوزيف يانيك نجانغ. المتابعه من زياد الغانمي والكره في الشباك، وبالطبع تدخل في المحاولة الأولى لأليسون أفول لكنه لم ينجح في تجاوز المخالفة المنفذة